إدانات واسعة على حزمة القرارات التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وبلينكين يتوجه إلى الشرق الأوسط لتهدية التوترات. أهلا بكم. وسط حالة من الغليان تعيشها مدن الضفة الغربية، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرارات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل، واعتبرتها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، حيث اتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر ما يسمى بطاقمها الوزاري المصغر سلسلة قرارات عقابية بحق الفلسطينيين في الضفة، رداً على أعمال العنف التي راح ضحيتها مدنيين من الطرفين، وتضمنت إغلاق منازل منفذي العملية الأمنية من الفلسطينيين على الفور تمهيداً لهدمها، وكذلك رفض منح بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس لعائلات منفذي العمليات، وتسريع وتوسيع نطاق منح تراخيص الأسلحة النارية للمستوطنين، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المستوطنات، وتجهيز قوات الشرطة والجيش لشن عمليات أمنية متوقعة. في غضون ذلك أدانت عدداً من الدول العربية الاعتداء الذي وقع خارج كنيس يهودي بحي استيطاني بالقدس الشرقية وأودى بحياة 7 أشخاص على الأقل، وشددت بيانات الإدانة على ضرورة وقف التصعيد الحاصل بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفلسطينيين، مستنكرين لهذه الأعمال الإجرامية والرفض الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وتزامن الاعتداء مع تزايد الدعوات الدولية إلى التهدئة بعد تصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي ظل التوترات، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن أنتوني بلينكين سيتوجه إلى الشرق الأوسط في رحلته الرابعة للمنطقة وسط تصاعد العنف في القدس وغيرها من المناطق الفلسطينية الأخرى إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليها في الأيام الماضية. وأضافت الوزارة في بيانها أن وزير الخارجية سيزور المنطقة ل4 أيام، وسيمر على مصر وكيان الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية. وقال بلينكين في تغريدة اليوم إن رحلته الرابعة للشرق الأوسط تؤكد على التزام بلاده لتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعوب وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي ودفع عجلة الشراكة الاستراتيجية مع دول المنطقة. وتأتي الزيارة لمناقشة أهمية حل الدولتين والإصلاحات السياسية وزيادة تعزيز العلاقة الأمريكية مع الفلسطينيين. من العاصمة عدن، العليمي يؤكد حرص المجلس والحكومة على الوفاء بتعهداتهما المعلنة للشعب، وهيئة التشاور والمصالحة تشدد على ضرورة الالتزام بمضامين إعلان نقل السلطة، وحكومة صنعاء تؤكد التزامها بموجهات زعيم الحوثية. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي حرص المجلس والحكومة على الوفاء بتعهداتهما المعلنة للشعب، بما في ذلك العمل من الداخل وإعادة بناء مؤسسات الدولة. جاء ذلك في تصريح عقب عودته إلى العاصمة عدن قادما من المملكة العربية السعودية، حيث أشار العليمي إلى ما ستشهده هذا العام من تدخلات حيوية في مختلف المجالات وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية وتعزيز حضور بلادنا في محيطها الإقليمي والدولي وعلى كافة المستويات،
معرباً عن عظيم امتنانه للأشقاء في دول التحالف والأصدقاء والمانحين الدوليين للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الإرهابية الحوثية بدعم من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة. إلى ذلك حذر محللون سياسيون من استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية في صيانة ناقلة النفط صافر الرأسية قبالة سواحل الحديدة منذ سنوات وعلى متنها أكثر من مليون برميل نفط، وقالوا إن الميليشيات تستغل الخزان النفطي الذي يهدد البيئة على سواحل بلادنا والإقليم ككل، وتستخدمه الميليشيات كرهينة ووسيلة للترهيب والتهديد والابتزاز الدولي وتحقيق أهداف عسكرية وسياسية واقتصادية. وحمل وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك حمل الميليشيات الإرهابية مسؤولية عرقلة معالجة خزان صافر النفطي المهدد بالانهيار قبالة موانئ الحديدة في البحر الأحمر، لا سيما بعد توفر التمويل اللازم لتفريغه، داعياً العالم إلى عدم التسامح مع تعمد الحوثيين لبقائه كتهديد بيئي وإنساني واقتصادي له تداعيات عالمية. في سياق آخر، جددت هيئة التشاور والمصالحة في اجتماع مرئي لها برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي دعمها ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول حقيقية من شأنها ضمان السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في بلادنا. وشددت الهيئة على ضرورة أن تكون أي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين حكومة عدن وميليشيات الحوثي على قاعدة الشرعية والانقلاب ووفقاً لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً. ودعت الهيئة المجتمع الدولي والإقليمي إلى احترام تضحيات شعبنا وإرادته وتطلعاته المشروعة وإدانة ميليشيا الحوثي واستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في بلادنا. وأدانت الهيئة في اجتماعها عمليات التهريب المستمرة بدعم إيراني لميليشيات الحوثي لقتل الشعب واستهداف منشآته الاقتصادية وأعيانه المدنية، داعية الحكومة إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف لكشف من يقف وراء هكذا عمليات خطيرة. وفي صنعاء مركز حكم الجماعة المارقة، استمع مجلس الوزراء التابع للحوثيين إلى موجهات من يسمى بقائد الثورة عبد الملك الحوثي في خطابه بمناسبة ذكرى جمعة رجب. وجدد الحوثي في خطابه الطائفي العداء لدول الجوار وبعض الدول العربية والإسلامية. وأشاد مجلس وزراء حكومة صنعاء بموجهات من يسمى بقائد الثورة، مؤكدين على تنفيذ كل ما جاء في خطابه، مشيدين بالتحركات الحوثية والضغط على الشعب للخروج في مسيرات تؤيد حكم الجماعة المارقة لصنعاء والالتزام بالنهج الطائفي لها في كافة مناحي الحياة. نشرتنا متواصلة وفيها أيضاً: وفد أمني وعسكري سعودي يصل مدينة المكلا لبحث مساندة جهود السلطة المحلية في حضرموت لتعزيز الأمن والاستقرار. الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت يستقبل وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتقرير مصور يستعرض جانباً من الطابور الصباحي للواء الشرطة العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
أهلا بكم من جديد. استقبل الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي وفدا أمنيا وعسكريا سعوديا برئاسة مدير العمليات العسكرية المدنية للقوات المشتركة اللواء ركن طيار عبد الله الحبابي. وتطرق الأمين العام إلى متانة العلاقات والروابط الأخوية المشتركة بين بلادنا والمملكة، مثمنا دور الأشقاء في قيادة دول التحالف العربي في دعم جهود الأمن والاستقرار في بلادنا عامة وحضرموت على وجه الخصوص، مشيدا بتدخلات الأشقاء في المملكة العربية السعودية في حضرموت عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان. من جانبه أشار اللواء الحبابي إلى أن أمن واستقرار بلادنا جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة والمنطقة، لافتا بأن الزيارة تأتي في سياق مساندة جهود قيادة السلطة المحلية لتعزيز الأمن والاستقرار في حضرموت. أكدت السلطة المحلية بحضرموت أن المحافظة تعيش مرحلة من الوئام الأمني والعسكري والمدني بفضل وعي نسيجها الاجتماعي المترابط وتماسك أهلها التواقون للدولة المدنية والالتزام بالنظام والقانون. وأوضح الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي خلال لقائه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمناقشة تقييم الوضع الإنساني بالمحافظة، أوضح أن السلطة المحلية بحضرموت حريصة على تعزيز دور سلطات الدولة داخل المحافظة من خلال تفعيل المؤسسات الرقابية وتطبيق لوائح ونظم القانون. بدور أشار نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن زيارة اللجنة إلى حضرموت تأتي بهدف عقد اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني وتنفيذ نزولات ميدانية لعدد من الإدارات والمنشآت للوقوف على تقييم الحالة الإنسانية بحضرموت. استعرض مدير تربية ساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد خلال لقاء رئيس مجلس إدارة مركز حضرموت للدراسات الدكتور عبدالله الجعيدي جانبا من الرؤية الجديدة للعملية التربوية والتعليمية في تفعيل عدد من البرامج التدريبية النوعية. وأضاف المدير بعباد أن كوادر المكتب استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية من حلحلة جملة من الإشكاليات في عدد من المشاريع التربوية المتعثرة، مشيرا إلى أن مكتب التربية يستعد حاليا للاحتفال بأوائل طلاب وطالبات أنهاء المرحلة التعليمية الثانوية من العام الماضي، إضافة إلى الإعلان عن جائزة المعلم المتميز. وفي سياق آخر، تفقد مدير تربية ساحل حضرموت مشروع إعادة التأهيل في قاعة الاحتفالات الكبرى بديوان المكتب الذي وصل مراحله النهائية، مستمعا من المختصين إلى شرح حول جاهزية القاعة لإقامة الحفل. دشن مكتب تربية ساحل حضرموت برنامج تدريب مدربي المعلمين في الإدارة الصفية والدعم النفسي بمديرية المكلا ضمن مشروع استعادة التعليم بتمويل من البنك الدولي. وخلال التدشين أشار مدير تربية ساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد إلى أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج التي تأتي وفقا للاحتياج الذي يلبي المخرج التعليمي للعملية التربوية والتعليمية، موجها المتدربين بضرورة الاستفادة المثلى من محتويات هذا البرنامج لا سيما في جانب الإدارة الصفية والدعم النفسي، متطرقا إلى جملة التوجهات الجديدة للقيادة التربوية في العملية التعليمية من خلال فتح معامل الروبوت والذكاء الاصطناعي وتأسيس مكتب فني لمادة الحاسوب وأعداد منهج للمادة من قبل كوادر تربوية متخصصة والاهتمام بالمهارات الحياتية وعمل برامج تقوية في مادة اللغة الإنجليزية للتلاميذ والطلاب. عقد انتقال حضرموت اجتماعه الدوري لمناقشة التطورات على الساحة السياسية الجنوبية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون في حضرموت ومختلف محافظات الجنوب. ووقف الاجتماع أمام ما ذكره محافظ حضرموت في مقابلته التلفازية الأخيرة بأنه من الأولى أن يذهب أبناء الشمال من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى للقتال ضد الحوثيين وتحرير مناطقهم، مؤكدا أحقية حضرموت في إدارة منفذ الوديعة.
ودعا الاجتماع السلطة المحلية بالمحافظة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بملف الخدمات والعمل على توفير احتياجات المواطنين من مادة الغاز والبدء الآن في إصلاح منظومة الكهرباء استعدادا لفصل الصيف، مشددا على مكافحة الفساد وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة واتخاذ إجراءات صارمة ضد العبث بأراضي الدولة ومتنفسات المواطنين. التقى الأمين العام لكتلة حلف وجامع حضرموت المنصب عباس باوزير عددا من رموز الرياضة وإيقوناتها في حضرموت، وتم خلال اللقاء الاتفاق على إنشاء وتشكيل كيان رياضي لرعاية الرياضيين وتقييم أوجه المساعدة والدعم لهم، وتكريف الكابتن عبد الحاج بخلة بتقديم تصور لرؤية أولوية الكيان ومسودة نظامه الداخلي، وتقدم في اللقاء المقبل لدراستها وإقرارها، مع توسيع هذه المجموعة لتكون بمثابة لجنة تحضيرية لإشهار الكيان الذي سيراعي للرياضيين حقوقهم. عقد لقاء بمدينة المكلا ضم رئيس مؤتمر حضرموت الجامعة الشيخ عمرو بن حبريش ورؤساء الهيئات التنفيذية للمؤتمر بمديريات ساحل حضرموت، وناقش اللقاء أداء مكاتب مؤتمر حضرموت الجامع والأنشطة المعتملة في مديرياتهم والمعوقات التي تواجه عملهم. وأكد اللقاء على ضرورة بذل المزيد من النشاط والتقرب من المجتمع وتلمس همومه وخدمة قضاياه، وشدد اللقاء على تفعيل الأمانة العامة للمؤتمر ودوائرها وتحسين مستوى أنشطة وبرامج الهيئات التنفيذية في جميع المديريات خلال الفترة المقبلة وفق آليات واضحة ومنظمة. نشر المركز الإعلامي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية تقريراً مصوراً يستعرض جانباً من الطابور الصباحي الذي تقيم قيادة المنطقة كل يوم أحد بمعسكر لواء الشرطة العسكرية بمشاركة وحدات الكتيبة الأولى وسريتي الحماية والقيادة. نتابع. سارع ساعد. بحسب النظم واللوائح المتبعة في كافة الألوية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية وتطبيقا لتوجيهات قيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة باللواء ركن طيار فائز التميمي قائد المنطقة، يتم صباح الأحد من كل أسبوع إقامة الطابور الصباحي لمنتسبي وأفراد لواء الشرطة العسكرية بحضور الأركان والعمليات. اليمين دور. الطابور الذي يقام في معسكر الشرطة العسكرية وتشارك فيه وحدات الكتيبة الأولى بالإضافة إلى سريتا الحماية والقيادة، يتميز بأنه يضم كافة الضباط وأفراد اللواء في بداية أسبوع جديد مفعم بتنفيذ العديد من المهام والتكليفات العسكرية التي تناط بأفراد وجنود هذا اللواء المهم في منظومة المنطقة العسكرية الثانية. في البدء أولا نشكر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فايز منصور التميمي على جهده ومثابرته على رفع مستوى وكفاءة القوات المسلحة وخصوصا الشرطة العسكرية، وقد بدأنا في وجود خطوات طيبة في تصحيح مسار العمل، ونأمل إن شاء الله مزيدا من الدعم لهذه القوة ونقلها إلى المربع الذي نأمل أن تكون فيه من خلال ضبط وربط القوات. نحن في هذا العام التدريبي 2023 لنا خطة معدة من قيادة المنطقة، ونحن أيضا بلوننا خطة يعني مرتبة على المرحلة الأولى الخمسة الأشهر الأولى من العام التدريبي، متركزة على تحفيز الأفراد ورفع همتهم وحب وطنهم والقتال من أجل تربة الوطن، ونحفزهم دائما أن هذه الفرصة يعني فرصتنا لا تعوض ما دام نحن على أرضنا نحمي أهلنا. أركان لواء الشرطة يوجه خلال الطابور جملة من التعليمات والتوجيهات الهادفة لرفع الروح المعنوية والقتالية لأفراد اللواء وشحذ الهمم
في سبيل الارتقاء بمستوى الإدراك الحسي للضباط والجنود بمخاطر المرحلة والأخطار التي تحيط بالمنطقة عامة وبمحافظة حضرموت بصورة خاصة، كما يتم الاطلاع على مستوى الضبط والربط العسكري لضباط وصف ضباط وجنود اللواء، كما يتم خلال الطابور الصباحي تنفيذ الحركات النظامية الرسمية المتعارف عليها في المؤسسة العسكرية لكافة منتسبي اللواء، ويتم خلاله الاطلاع على احتياجات الأفراد المختلفة. اطلعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت خلال لقائها عددا من أعضاء مجلس إدارة نادي الوحدة بتريم على استعداد النادي للمشاركة في بطولة غرب آسيا الأولى للأندية أبطال ألعاب القوى للشباب. وخلال اللقاء أشادت السلطة المحلية بوادي حضرموت بالتميز الكبير لنادي الوحدة في رياضة ألعاب القوى وتحقيقه للإنجازات الرياضية على المستويين المحلي والعربي، متمنية له التوفيق في بطولة غرب آسيا التي ستقام بدولة قطر في منتصف شهر مارس القادم بعد اختياره ممثلا لبلادنا لفوزه بآخر بطولة على مستوى البلاد لألعاب القوى للأندية والتي أقيمت بالعاصمة عدن، مؤكدة اهتمامها بالشباب الرياضيين لتقديم المزيد من العطاء ورفع اسم حضرموت والوطن في المحافل الرياضية العربية والدولية. يواصل مشروع مسام أعماله الإنسانية في نزع المخلفات التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال فترة الحرب وسيطرتها على بعض المناطق قبل تحريرها. وذكرت غرفة عمليات مسام في تقريرها الأسبوعي أن الفرق الهندسية التابعة للمشروع تمكنت خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الجاري من نزع 1081 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، موضحة أن المخلفات التي نزعتها الفرق الهندسية اشتملت على 176 لغماً مضاداً للدبابات و14 لغماً مضاداً للأفراد و899 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، لافتة إلى أن مجموع ما تم نزعه منذ بداية المشروع ولغاية الآن بلغ أكثر من 384 ألف لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من المخلفات التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وفد أمني وعسكري سعودي يصل مدينة المكلا لبحث مساندة جهود السلطة المحلية في حضرموت لتعزيز الأمن والاستقرار. الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت يستقبل وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتقرير مصور يستعرض جانباً من الطابور الصباحي للواء الشرطة العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية. نشرتنا الأخبارية انتهت، شكراً لطيب المتابعة، إلى اللقاء.